بانتصار جيوش ألمانيا النازية في معركة فرنسا في يونيو عام 1940، ظلت مناطق شمال وغرب البلاد محتلة حتى عملية إنزال النورماندي في يونيو عام 1944 وتحرير باريس وهزيمة النازيين. مباشرة بعد التحرير، انتشرت في فرنسا موجة من الإعدامات والاعتداءات الشعبية استهدفت الخونة والمشتبه في عمالتهم للنظام النازي. المشاهد التاريخية للحشود المحتفلة بتحرير فرنسا حجبت صورا مروعة للانتقام من نساء اتهمن بالتعاون مع النازية. الانتقام شمل الآلاف من الفرنسيات، حلقت رؤوسهن بوحشية وعرضن للضرب وأجبرن على السير في الشوارع لمزيد الإذلال ومواجهة غضب الحشود. لم يشمل الأمر من تورطن في علاقات مباشرة مع الألمان فقط، مثل عاملات الجنس أو الأرامل الفرنسيات وغيرهن. واجهت النساء المعاقبات تهما سياسية بالانضمام إلى منظمات أو الإدلاء بآراء تدعم الألمان والقوات المتحالفة معهم، وتهما مالية بالحصول على أموال مقابل أعمال تدعم الألمان، وكان من بينهن ألمانيات مقيمات في فرنسا. عرفت هذه الأعمال الانتقامية المذلة تاريخياً باسم التطهير الوحشي، لكونها عشوائية وغير قانونية تتم وفق المزاج الشعبي دون محاكمات. بين عامي 1943 و1946 تشير التقديرات إلى اتهام نحو 23,500 امرأة في أنحاء فرنسا بالتعاون مع الألمان. نفذ في حقهن الحكم الشعبي بحلاقة رؤوسهن في الميادين العامة. نفذ هذا الحكم فصيل عرف بأبناء المقاومة ممن شاركوا في القتال خلال التحرير. كانت المشاهد أقرب إلى مظاهرات ترفع شعار الانتقام من الخونة تحت حماية الشرطة وفي ظل صمت الحكومة والسلطة. ظلت هذه الصفحة المثيرة للخجل في التاريخ الفرنسي غير مطروقة، ولم تخضع لفحص دقيق وفق تحقيقات وأدلة،